الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاق يتواصل والتحية تستمر في هذه اللحظات وفي هذا المسار بانطلاقة شوطنا الثاني عشر على المسافة لا وهي الخمسة كيلومترات. هنا تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الصباح الجميل، مع أيضا تمنياتنا بالتوفيق الذي لم يصادف الحظ، مع حظ أوفر وجميل للمرات القادمة. مباشرة على المقدمة في هذه اللحظات هناك أيضا الفائز خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي يتقدم على البداية. أنتقل مع منصورة على المركز الثاني في هذه اللحظات. هذه منصورة تتقدم مشاهدينا متابعين الكرام بشعار عبد الله بن عبيد بن عيد المنصوري، يقدم لنا منصورة وهي خطيرة في هذا الشوط. بينما المركز الثالث القادمة والواصلة جواهر خليفة بن محمد بن خليفة بالقطري الخيلي. بينما المركز الرابع، المركز الرابع هناك أيضا غي خليفة بن محمد الوي على خيلي، خذت المركز الرابع في هذه اللحظات. أنتقل ودائما اخذ الست المراكز الاولى، هذا ايضا بدوري. وايضا هناك ايضا قانون ايضا تعليق الست المراكز الاولى ايضا المتقدمه، هناك ايضا الموزع عليها شاره الاتحاد لسباقات الهجنه العربيه الاصيله. فالشكر دائما يعود باسمي وباسم جمهور سباقات الهجنه العربيه الاصيله لشيوخنا الكرام على هذا الدعم المادي والمعنوي هنا ايضا لرياضه الاباء والاجداد، فان كان يدل على شيء فيدل على حبهم واهتمامهم وحرصهم هنا ايضا لرياضه الهجنه العربيه الاصيله وبشرى الذي توزعت من قبل يومين هنا في جائزه زايد الكبرى بخمسين رمزا في ايضا ميدان الوهبه، والتسعيرات للنهار في عاصمه الميادين وفي ميدان المرموم. شكرا لشيوخنا، شكرا لدوله الامارات العمود الفقري لسباقات الهجنه العربيه الاصيله الذي هناك ايضا يستبشرون دائما منها اهالي الهجن، وايضا من سن الصغار من سن الفطامين حتى سن الحول والزمول، ونحن وهناك ايضا في امن وامان، ونحن في تحديات ونحن في تجمعات مميزه. الله يديم الامن والامان، والله يبقي شيوخنا هناك ايضا الكرام على هذا الدعم لرياضه الهجن العربيه الاصيله. نحن في خير. هكذا ايضا التحديات المستمره، نعود هناك ايضا مع محبه سالم بن عبد الهادي بن صالح المري الذي هناك ايضا تسلل في هذه اللحظات، وايضا القايد لا انسى القايد وشعار صوايح بن مطر بن حمد على خيل يتقدم في هذه اللحظات والقادمه في هذا المسار
هذه رهو تتقدم بشعار عبيد بن حمد بن عبيد بن حمد العفصان المنصوري، يتقدم بانطلاقة رهو هنا أيضا أعزائي المشاهدين في هذا المسار وفي هذا أيضا التحدي الجميل والمميز في هذا أيضا الشوط. أعود إلى المقدمة، والمقدمة وين؟ المقدمة وين؟ مع الفايزة 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 الفايزة، وهي فايزة على المقدمة حتى هذه اللحظات، حتى هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة. خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي المركز الثاني، غي خليفة بن محمد بن الوي علخيلي يتقدم في هذه اللحظات المركز الثالث. وصلت وتقدمت محبة محبة محبة، والمحبة في القلوب يا أبو عبد الهادي، ما في محبة هناك أيضا في ميدان الخزنة، والله يديم المحبة في القلوب هناك أيضا ما بين الضيوف وأنتم ما بين إخوانكم. هناك أيضا الواصلة والقادمة الكايدة الكايدة، وصل بو مطر، وصل منصورة، ما غفل عن منصورة، ما غفل عن منصورة من الجانب الأيمن، من الجانب الأيمن هنا أيضا في هذا المسار في هذا التحدي الجميل والمثير. 1200 1200 أهالي بو سمرة، أهالي بو سمرة راحوا، أهالي بو سمرة راحوا، هل عندكم حل أهالي بو سمرة ولأهالي المملكة يا أهل الخزنة؟ هل عندكم حل أهالي المملكة وأهالي بو سمرة؟ بنشوف الناموس يروح من بين عيوننا، ما فيهم حيلة، لا هناك أيضا من لديه حيلة فليحتال، من لديه حيلة فليحتال هناك أيضا في هذا المسار. الفايزة الفايزة فازت الفايزة على المقدمة هنا على الصدارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط ومقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذا الانطلاق في هذا المسار. حركوهن يا أبو زايد، حركوهن واللي فيها فيها، حركوهن من هذه اللحظات واللي فيها فيها. مرحبا برهو، مرحبا ترحيب المطر برهو القادمة في هذا الانطلاق، بداية الجاهزيات في هذا المسار الجميل والتحدي المثير. ولكن شعار بالويع، شعار بالويع يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة. هذا هم هذه الغزنة مع غي 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 على المقدمة مع المركز الأول في هذا الانطلاق. خزناوي 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 100% 100% ميدان الخزنة هناك أيضا دائما يأتي بالنوعيات، دائما يأتي بالعروضات المميزة هنا. مشكور يا أبو محمد، مشكور باسم الجمهور، مشكور والشكر خاصة هناك أيضا من عبد الله الوهيبي على هذا التألق الجميل. وفالك الرمز، فالك الرمز واللومك على رمز في هذا الموسم، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني منصورة ولا غيرها يا علي، هناك أيضا المركز الثاني، هنا أيضا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات الوصول هنا أيضا من منصورة عبد الله بن عبيد بن عيد المنصوري بالفعل. المركز الثاني توقيتنا الزمني هنا في هذا الانطلاق 8 دقائق 12 دقيقة بالوفاء والتمامية.